نعم، يعني المواقع والصفحات عندها تأثير كبير جدا أصبحت في الميديا. كثير من المواقع والصفحات اللي بتحكي عن صفحات الفنانين والمشاهير، واللي بتحكي عن مجموعة من هم قادة للوطن في دروب الفن الأصيل. نعم، خاصة يعني يمكن واحدة من الصفحات المعروفة صفحة المشاهير السودانيين. نحن سعداء جدا في هذا الصباح انه نتحدث عن هذه الصفحة، وسعداء انكم معنا استاذ. نحن نرحب بك وصباح الخير. صباح الخير، ونرسل تحايانا للشعب السوداني العزيز الحبيب للقلب، وايضا نرسل لهم حر التعازي بوفاة الفنان الكبير السن الضوي، وشايف حزني كبير جدا على الاخوه هنا المذيعين والاستاذه. نعم. وكل الشعب حقيقة الفنانين ديل يعني أثروا بجداننا وأدخلوا علينا الفرح والسرور، ويعني زي ما تقول أنعشوا حياتنا حقيقة. ونشطوا دورة الحياة بتاعت الإنتاج بتاعت الشعب السوداني. حقيقة على المستوى الشخصي مرتبط بهم ارتباط كبير، كل الفنانين الموسيقيين. وربنا يرحم اللي توفى منهم، وربنا يدي الصحة والعافية لكل الموجودين منهم في الدنيا، مزيد من العطاء والإبداع. وحقيقة نجاح الشعوب بيقاس بمستوى نجاح الفن فيها، خصوصا الموسيقى والدراما، دي قيم كبيرة جدا عند كل الشعوب. فعلا صحيح، ويمكن هو واحد من المشاهير الكبار يعني. أيوة صحيح. نعم. طيب الفكرة نحن عملنا الموقع ده على سنه نعالج الأسماء الوهمية اللي بتتعامل للمشاهير في وسائل التواصل الاجتماعي. نعم. يعني مثلا تلقى زي كابتن مهند الطاهر، كابتن الفريق القومي، عنده كمية من الأسماء الوهمية. تلقى المذيعين المشهورين عندهم كمية من الأسماء الوهمية. بعد شوي يقول لك اللاعب الفلاني صرح، مثلا كان كابتن عبد اللطيف بوي قبل فترة قالوا صرح تصريح معين، وفي النهاية قال لهم يا جماعة أنا ما عندي أي علاقة أو موقع في الفيسبوك ولا كذا. فكنت فكرت إنه عملت الموقع ده بحيث إنه كل المشاهير يجوا يسجلوا عناوين صفحاتهم فيه، اسمه batches.sd. بيخشوا عندنا نموذج بتاع تسجيل معين، بيجوا يسجلوا فيه عناوين صفحاتهم في الفيسبوك، وبعد ده عندنا مشرف بيتصل بالمشهور بيقول لي يا اخي ده انت فلان الفلاني، انا نعم انا كده، وطوالي بيكون متاح بعد ده للجمهور. الناس بيجوا كانه موثق يعني. ايوه. يعني الناس بيجوا خاشين على موقعنا ديا، وطوال بيضغطوا الصفحه بتاعته بيتاكدوا انه دي صفحه الشخص المعني. نحن عاملين للافراد ولناس البيزنس وللقنوات، واخر حاجه سجلتها امبارح كل عناوين صفحاتكم في الميديا لقناه الشروق، الفيسبوك، اليوتيوب، الموقع الالكتروني. وهو الموقع انا اطلقته حوالي اسبوعين. نعم. من الليله كده جديد. ايوه جديد لانش، وعشان نحل المشكله دي. ثاني اي حد يصرح اي كده اللي هو ده موقع، لانه طبعا زي ما عارفين كل واحد ممكن يعمل موقع وهمي ويصرح باسم اللاعب او اسم المذيع او اسم كده او اسم كده. هي الفكره مشكله حقيقيه يعني. ايوه. نعم. الى اي مدى ممكن يعني في الفتره القريبه والبعيده يتم التعريف ايضا بهؤلاء المشاهير من خلال اخر اخبارهم، من خلال معلومات عنهم، باعتبار انه الفيسبوك هو جامع للعالم؟ هو كل الصفحات بتاعت التواصل، الفيس، اليوتيوب، التويتر، اللينكدين، كل الصفحات دي، وحتى المواقع الالكترونيه الخاصه. نحن طبعا واحده من شعاراتنا انه هو للحقيقه وجه واحد. نعم. يعني ما دايرين تكون في تزوير. نحن حنكون ساعدنا المشاهير وحتى الانديفيديوالز، الناس الافراد والناس البيزنس، نكون يا اخي دي صفحتي. الكلام اللي قلته ده مسؤول منه. صح. كويس؟ يعني صح. لكن حقيقة في تزوير كثير بيحصل باسم الناس المعروفين وكذا. طيب انا هقول حاجة على المستوى الشخصي، انا قبل اسبوعين صفحة بنفس الاسم ونفس الصورة بس جاتني رسالة، انت هل رسلت لي رسالة؟ بس قلت لها انا ما رسلت، قال لي في صفحة. عملنا بلاغ للفيسبوك، اتحظرت الصفحه. يعني ده كان ممكن تسبب مشكله كبيره جدا، ممكن يقول كلام، يكتب حاجه في الصفحه، رسائل خاصه، فخطر جدا. انا افتكر انه ده موضوع يا ماريا مهم، يعني انا عشت صراحه في رعب، قد يطلب حاجه، قد يقول كلام، قد ينزل افلام ونفس الصوره ونفس الاسم. طيب الان عندك فتش حاجه اسمها صفحات المشاهير السودانيين batches.sd، سجل ودخل رقم تلفونك. نعم. والمشرف في الموقع حيتصل بك يتاكد منك. طوالي بتكون متاحه.
الناس نحن حبينا نعلن عن الموقع ده، يجي يزورونا ومن مننا يمشوا لصفحه الشخص المعني. نعم. ويكون متاكدين انه يا اخي دي صفحته. نعم. وعندنا له افكار كثيره الموقع ده حندعمه، وانا حقيقه بشكركم كثير جدا كغنى رايده انه قدمتوا لنا الشغل ده. فنحن لازم طبعا كان نشتغل بالاعلام، والاخ المنتج انس فعلا تفهم. نعم. اي والله تفهم الامر ده، وطوالي وقف معانا وقلنا له يا اخي احنا عايزين نجي. طبعا تكبدنا المشاغل كبيره جدا، خضنا بحار المطر نعم. كده يعني وصلناكم الحمد نعم. لله، وربنا يوفقنا. وانا بتوقع انه قناة الشروق تتمنى الموقع ده اكثر. نعم. تعمل له اعلانات وكذا على اساس انه نحل المشكله دي. ان شاء الله هي امنياتنا لكم بمزيد من التوفيق دوما وابدا. سعدنا جدا بوجودك معنا في هذا الصباح، شكرا جزيلا على وجودك، وان شاء الله دائما موفقين ان شاء الله. وكل التحايا مره اخرى للشعب السوداني الابي، والترحام على روح الاستاذ السني. نعم. ولكم خالص الشكر والتقدير.